صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه امر ملكي رقم 43 لسنه 2022 بدعوه مجلسي الشورى والنواب للانعقاد. وجاء في الامر الملكي انه يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ديسمبر 2022 لافتتاح دور انعقاد الاول من الفصل التشريعي السادس.